اللي بعده بقى نشوف المكرونه. تعالى نعمل الصوص الاول بعدين نعمل المكرونه مع بعض. بس كده. طيب ممكن ننزل واحده كمان، ممكن نشوف كده تاخد واحده ولا ايه؟ والله انا حاسه ان هي استوت. ازيك يا نورهان؟ ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك انت يا قمر؟ انا بحبك قوي على فكره. حبيبتي ربنا يخليكي. طب ممكن عايزه اعمل طريقه البيتزا؟ عينيا اقول لك دلوقتي، وهنعمل بكره يا نورهان عجينه حلوه جدا جدا تنفع معاكي على فكره للبيتزا. فتابعينا تابعينا بكره، اتفرجي علينا الساعه 12 على صدى البلد، هتلاقي عجينه حلوه جدا جدا تنفع معاكي للبيتزا. ماشي شكرا. نورتيني يا قمر، انا بموت فيك. لا بجد؟ لا 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 يا سبعي ما تقولش كده. يلا بس طيب. اهو بصوا عندي بقى وماسكه ماليه مركزها، بصوا يعني الواحده وخلاص، هي واحده وتشبعي على طول، مش محتاجه كذا واحده. سمي كده بالله وننزل دول، وهقطع دلوقتي واحده معاكم اوريكم شكلها ايه. ننزل كده بقى. الو اي قمر؟ الو اسمع. ايه يا روح؟ انا بحبك جدا والله. يا لهوي انا بموت فيكم والله. حبيبتي صباحك زي الورد. سامي بالله ركزوا معايا في الخطوه اللي جايه دي، نقطع كده ونقطع نقطعها كده اهو. بصوا عندي الغلاف ماسك نفسه ازاي. بصوا بقى شايفين حلوه ازاي، بسيطه جدا جدا اهو. تجنن لو واخدين بالكم ان الغلاف، انا سيبالكم انتوا تتفرجوا وانا هشرح عشان عايزه اعمل الوصفه الثانيه. طيب شايفين الكفر اللي بره ماسك نفسه ازاي، الجبنه عندي جوه سايحه، التركي واخد وضعه كده جوه الرول بتاعي، فيعني اخر حلاوه في سهوله بعد كده. طيب تعالوا انا هنقل دي عندي الناحيه الثانيه عشان انا محتاجه العين الكبيره. ازيك يا كريمه؟ يا قلبي يا قلبي حبيبتي، انت اللي قلبي من جوه والله. قلبي الصغير لا يحتمل، قلبي الصغير لا يحتمل. طب يلا تعالي، يلا اركبي اول قطر وتعالي. يا حبيبتي بصي انا قلبي معاكي وروحي معاكي وقاعده كده، يعني لازم استنى كل حاجه جميله بجد. ربنا يخليكي يا روحي، فرح قلبك. فيها تركه كده واختلاف بجد يعني. حبيبتي ربنا يكرمك والله، انتوا اللي عيونكم حلوه وكلامكم ده بيفرحني جدا. لا والله بجد. بصي انا عايزه اقول لك على حاجه، يعني هو طبعا كل الكلام من كل اخواتنا ربنا يا رب يبارك فيهم حلوه حلوه وجميله، بس فعلا فعلا لما يبقى في حد بيحاول ان هو يجتهد ويطلع كل ما عنده بامانه حبيبتي، فلازم كلنا طبعا نقول لك يعني تسلم ايدك. تسلم لي قلبك وذوقك. حبيبتي والله يا كريمه بفرح جدا بتليفونك، يعني طاقه ايجابيه كده، دي طاقه ايجابيه. حبيبتي نورتيني يا قمر. طيب بصوا انا عندي هعمل دلوقتي الصوص بسرعه جدا 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 عشان الوقت بتاعي. نزلت شويه زبده على النار، نزلت بمعلقتين. ازيك يا ايه؟ ازيك يا توتة؟ ازيك يا قمر؟ عامله ايه؟ انت اخبارك ايه؟ صباح العسل. صباح الورد على عيونك. انا تمام والله الحمد لله يا رب دايما. يسلم ايدك يا توتة. يسلم لي انت قلبك وذوقك يا قمر. حبيبتي لا انا زعلانه يا توتة، زعلانه. يا خرابي ليه؟ لا يا توتة بكلمك خاص مش بتردي ليه؟ لا فين والله؟ لا بصي لو بعتيلي ولقيتيني ما ردتش بعتيلي تاني ليه؟ عشان انا في رسايل بتيجي كتير فبتنزل تحت. المكثف يا توتة هقوله لك دلوقتي اهو على الهوا عشان نعمل كيكة الكسلانين يا توتة. لا عينيا والله خالص. عيوني تسلم ايدك حبيبتي. تسلم لي قلبك وذوقك، ربنا يكرمك ويفرح قلبك يا روحي. حالا دلوقتي هقوله لك. طيب تعالوا بس ايه، مش عارفه انا هنلحق يا مسهل يا رب. طيب بصوا عندي الصوص الابيض، حطيت دقيق وحطيت زبده تمام، وحطيت شويه توم بودره. تعالى نحط كمان شويه هنا حاجه بسيطه، دي النار لسه عندي ما سخنتش. طيب هنزل بعد كده، ده الصوص الابيض اللي احنا بنعمله، هنزل بالمشروم. كان يفضل ان انا اشوح المشروم شويه قبل الدقيق، بس الوقت ايه مش مستحمل اهو. تمام كده. هنزل بايه كمان؟ هنزل بنقطه ليمون. نقطه الليمون دي ضروري وانت بتشوحي اي حاجه فيها مشروم، بتدي طعم حلو جدا، بتدي مزازه، بتدي كمان المشروم يفضل محتفظ بلونه، ما يبقاش دبلان كده وحالته حاله. هعلي النار هنا شويه ونكمل على طول على طول. ودول عندي خلاص اعتقد استووا، واخدين لون ذهبي وحلو جدا جدا. هنطلعهم وننزل ايه بقيتهم. استاذن بس شيف سادي يقطع لنا كده يعني دي شرايح عشان الوقت بتاعنا اهو. نزل بقيه دول ونكمل اهو. بسم الله. شفتوا ما خدتش وقت ازاي؟ خطوات لو مشيتي عليها تعملي احلى كوردن بلو في الدنيا. طيب انا عندي هنا حطيت المشروم
وهحط كمان الكريمه والجبنه اهو، ادي اللبن والكريمه والجبنه. حط بس حاجتنا هنا عشان ايه نشتغل على طول. نقلب كده. دي ده الصوص اللي احنا هنعمله بالجبنه. تمام، بس كده نقلب برده. ده نديهم بقى ايه شويه لبن وشويه كريم اهو. وطبعا ايه ما ننساش ملح وفلفل، ويفضل طبعا لو عندك فلفل ابيض بيكون افضل بكتير. زود شويه كمان بس كده. تمام، بس تقليبه. وده كمان عندي خلاص ابتدى يقول اهو. هنزل باللبن، قلبت الدقيق مع الزبده، هنزل باللبن. تمام، وشويه كريمه. عايز تحطي ايه؟ ممكن ما تحطيش كريمه يعني، خلاص نكتفي باللبن. وهنزل بشويه مستارده، حاجه بسيطه كده اهو. تقليبه، وده عندي شغال، النار هاديه مش عاليه زي ما احنا متفقين اهو. نظبط بقى ايه شويه ملح وشويه فلفل اهو، شويه ملح كده حلوين من الملح الصحي اللي احنا متفقين عليه. رشه فلفل اسود، يفضل لو فلفل ابيض عشان يفضل محافظ على لون الصوص الابيض اللي احنا عاملينه. هستنى غلوه واحده بس وبعدين احط المكرونه بتاعتي. تعال برضو نحط ايه فاضل، الجبنه عندي. الجبنه دي اضافه اختياري، ممكن تحطيها ممكن لا، براحتك، بس هي بتدي طعم حلو جدا جدا. كمان عملت حركه في المكرونه او في الوايت صوص، حطيت معلقه كبيره مايونيز، ادى الطعم كريمي وهايل جدا جدا جدا. ده اختياري بقى ليكم، انتوا عايزين تحطوا حطوا، مش عايزين تحطوا خلاص مفيش اي مشكله. دي فاضل لها كمان حاجه بسيطه وتبقى جهزت معايا. فاضل ايه؟ فاضل عندي بقى احنا عملنا صوص الابيض، وهحط دلوقتي الجبنه التشيدر. المفروض نستنى يسخن شويه وبعدين نضيف، بس انا الوقت عندي يعني خلاص بينتهي اهو. بس كده بجد؟ طيب احنا خلاص هنقدم يا سبيع، انا ما فيش حاجه ثانيه خلاص. ادي بس رشه فلفل اسود هنا. لا انتوا ايه حواركم مع الكفته؟ انتوا ايه موضوعكم مع الكفته؟ يا طعميه يا برجر يا كفته؟ ده كوردن بلو يا استاذ احمد. اهو اديت شويه فلفل اسود. بصوا اصلا لون الصوص حلو ازاي، يعني انا مش حاطه، لا ده اسمه بقى، ده تسال بقى الفرنساويين في القصه دي، هم مسميين الكوردن بلو. كوردن بلو بقى بلو اللي مش عارف ندور والله، يعني الفضول فعلا. انت تقولش ليه بلو؟ اكيد ليها معنى. تعالوا نطلع دي. تعالوا انا هستنى دي غلوه، تعالوا نجيب المكرونه ونشيل الحاجات الكتير اللي حوالينا دي، نروق كده عشان نقدم على طول اطباقنا، عشان خلاص الوقت يعني. حط بقى شويه الكريمه دول خلاص، ان شاء الله ما حد حوش اهو. نحطهم هنا، نشيل فاضل دي بس اللي عندنا. بس اهم حاجه عندي ان انت تجمدي الكوردن بلو قبل القلي، وتجمديه بعد اللف، يعني بيجمد عندي مرتين. ده بيخليه حلو جدا جدا، وبيخليه ما يفكش منك. لو انتوا خدتوا بالكم انا عملتها معاكم على الهوا، كانت متعبه شويه وانا بحطها في البيض واللبن والدقيق والحاجات دي. انت لو مجمداها هتعاملي معاها زي ما بتعاملي مع دي كده، ان دي حاجه متماسكه جدا، فبالتالي لما تيجي تعملي الخطوات بتاعه القلي هتطلع معاكي زي الفل. خلاص انا عندي كده ده سخن، فاضل له حاجه بسيطه جدا. تعالوا كمان هطلع ده. تعالوا نشوف بقى هنعمل سندوتش كده جامبو. نمشي نجيبها من اولها من اخرها اهو. بسم الله. عالو بصوا بقى، اطول رغيف يعني باكت في الدنيا اهو. هحط المكرونه عندي على ما ايه نحشي شويه من. خلاص الخيط عندي غلي تمام، هنزل بالمكرونه اهو. مكرونه مسلوقه عادي خالص، وشويه ملح وايه ونقطه زيت. نشيل بس المكرونه دي بس خلاص، واطلع كمان الكوردون بلو. ممكن يشوف زي كده طبق فيه منديل ولا حاجه، اطلع الاثنين دول. تمام، يعني نشيل دي كده اهو عندي، والصوص عندي غلي على فكره، صوص الجبنه عندي جهز. تمام، تعالوا نشيل دي. خلاص يا سباه، كل ده يا محمد هتاكل كل ده ولا بتاكل؟ والله يا لهوي تيجي والله تنوري. تعالي تعالي ادخلي، يلا تعالي تعالي يلا. يا سلام والله تنوري. انا كنت عايزه اجيب ايه، نجيب دي ندي تقليبه اهي. طبعا المفروض اسيبها شويه في الصوص عشان هنا، عشان تشرب المكرونه من الصوص بتاعي. خلاص بقى تعالوا نطلع ده ونقفل على اطباقنا
وايه وتم بحمد الله اهو. بص لونه ذهبي حلو ازاي اهو. بس كده اوعى تقع، امسك نفسك اهو اهو. عايزين ياخدوا الطبق من ورا التصوير على طول، شفت ما يسترش ابدا اهو. تعال نحط بقى، تعال نحط ال بصوا بقى حاجه تملى العين كده. الساندوتش ده يدخلوا فيه اربعه اهو، ثلاثه عشان ثلاث قطع هحط لك واحده رابعه اهو اهو. تعال نحط واحده اه. شفت ده لسه دلوقتي هنصب صوص. استنى استنى، احنا نسكت على كده؟ نسكتش على كده اهو. شويه صوص بقى جبنه اخر حلقه. بصوا اصلا الجبنه بتمط ازاي جوه. استنوا استنوا تعالوا لي هنا، بصوا جبنه الشيدر يعني. بصوا الله بقى، تعالوا نحط شويه صوص. وشيف سيد ممكن بس نغرف المكرونه لو ممكن. تعالوا نحط معلقه كده من الجبنه السايحه دي اهو. بصوا الجبنه عندي، الواحد عايز قطمه اهو. خلاص خلاص يا سباعي والله، خلاص احنا خلصنا خلاص بس كده اهو. تعالوا اغرف المكرونه على طول ونبقى خلصنا. عملنا ايه مع بعض؟ عملنا الكوردن بلو، وعملنا صوص الجبنه، وعملنا كمان المكرونه بالمشروم بالوايت صوص. سهله جدا جدا بسيطه، ويعني مفيش سهوله بعد كده. ان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. حط اي حاجه خضرة كده تظبط لي اللون، نحط دي حلوه تمام. وبس كده خلصنا حلقه النهارده. ان شاء الله يا رب تعجبكم وتجربوها وتشوفوا قد ايه الموضوع سهل وبسيط. ناخد فتحه كده من دي واحنا شغالين. بصوا الجبنه سايحه ازاي اهو. نظره اخيره وخلاص ونختم بقى يا سباعي، مش لازم اقول لهم ناخد فاصل بقى. بصوا يعني هايله جدا جدا، فراخ مستويه، الواحد جاع والله. يلا هندوق، هناخد فاصل انا وانا ادوق. تعالوا بقى ناخد فاصل صغير ونرجع لفقرتنا الطبيه على طول.